معنا مباشرة عبر تطبيق زوما الصحفي سعد الياس. صباح الخير استاذ سعد. يبدو انه هناك عطل. صباح الخير استاذ سعد، عم تسمعني؟ صباح النور. كان لازم ننطلق من مقالك اللي قريت مقتطف منه لننتقل بعدها، ولكن لضيق الوقت بسبب ما حصل بطرابلس ستكون المداخلة قصيرة للأسف. ننتقل من مقالك للتحدث أيضا عن ما كنت قد كتبته منذ أيام، وأيضا وضعته بداتا على مواقع التواصل الاجتماعي حضرتك، ونتحدث تحديدا عن الإفطار الذي حصل في معراب وعن مروحة الاتصالات واللقاءات الخليجية تحديدا الكويتية والسعودية. هل هناك أي تطور ما بعد الإفطار الذي حدث في معراب، خصوصا أن كان هناك عتب من بعض الشخصيات السنية أن المرجعية وكأنها أصبحت المرجعية السعودية في معراب وليس ضمن أي شخصية سنية؟ نعم، بالبداية بدي أعزي الضحايا يلي سقطوا بغرق الثورة. ثاني شيء، العتب السني لا، مش يعني قال الدكتور سمير جعجع انه نحن ما عم نراهن بمعراب على ملء فراغ على حساب احد او للتعويض عن غياب احد، يعني بل نحن عم نواجه لنحفظ مكان ومكانه للجميع. والمعركه يعني مش انه مين، اذا القوات بتفوت على البيئه السنيه ابدا. يلي صار ما صار في كواليس معينه بافطار معراب، يعني هو الافطار بحد ذاته كان رسالة، والصورة بتتحدث كانت عن نفسها أنه معراب اليوم تستقطب انطلاقا يعني من خياراتها من ثوابتها وتمسكها بمشروع الدولة. هي باتت محط ثقة كبيرة يعني لدى الدول الخليجية وطلعتها المملكة العربية السعودية. ثانيا، كل اللي عم ينحكى أنه القوات اللبنانية هي طرف مرفوض سنيا مثل ما البعض بحاول يسوي، هذا الموضوع بيكون صحيح إذا كانت بوابة السنة تمر بدمشق أو بالنظام السوري، أما إذا كانت بوابة السنة تمر بالدول العربية والخارجية والمملكة العربية السعودية اللي هن راعيين اتفاق الطائف ودعم الدولة، ساعتها مظبوط بتكون القوات بصلب هذا الخيار. نعم، هل هناك أي قرارات اتخذت خصوصا فيما يتعلق بالانتخابات ليبدو تترافق هذه الجولات والاتصالات مع جو انتخابي بطبيعة الحال وكأنه عمل انتخابي من قبل السفارات الخليجية؟ بالإفطار بمعراب ما صار حديث أبدا بهذا الموضوع، إنما نحن بنعرف أنه الدول العربية عملت اتصالات مع الرئيس الحكومة نجيب ميقاتي وصار في المبادرة الكويتية، وعلى أساسها صار في التزام من الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية أنه لا يكون لبنان منصة أو ممر يعني للتصويب على الدول العربية والخليجية، لأنه هذا بيعمل أزمة دبلوماسية. الدول العربية ما عم تطلب أكثر من هيك. والانتخابات يعني إذا ب 15 أيار بتكون معبرة عن هذا التوجه، هذا يلي بتريده الدول العربية وهذا يلي بيريدوه القوى السيادية بلبنان. يعني هن اليوم المعركة الانتخابية هي بين خطين، أو أنه لبنان السيد الحر المستقل ولبنان الرسالة يلي حكى عنه قداسة البابا يوحنا بولس الثاني يلي بيضمن المساء وبناء الدولة، وأما الخط الآخر يلي هو خط الهيمنة الإيرانية وجر لبنان إلى محاور وإلى محور الممانعة يلي منعرف نحن الدول يلي ماشي بهذا الخط كيف عم بتعاني ووصلت إلى جهنم اقتصادي وإلى انهيار مالي كبير يعني، وهذا يلي ما بدهن إياه اللبنانيين، وهذا يلي عبر عنه الطرابلسيين أهالي الشمال يلي حاولوا يهجوا من هذا البلد لحتى يفتشوا عن مستقبل آمن ومشرق بغير دولة. نعم، لأي درجة إفطار معراب، خصوصا أنه حضرتك اليوم كاتب بمقالك عن الانتخابات وعن ضغوط ما، وأيضا الشرق الأوسط تحدثت عن ضغوط، لأي درجة هي إفطار معراب كان نوع من دعم الأصوات السنية في المناطق واللي صارت متشتتة نظرا لعدم دخول الرئيس سعد الحريري في هذه المعركة، ستعطي كما أعطت القوات بال 2018 الأصوات السنية ستصب بلوائح القوات؟ نعم، أول شيء بسنة 2018 ما صار في تحالف بين القوات وتيار المستقبل، يعني كان بيشوفوا عليه كان تيار المستقبل على اللائحة، إنما الأصوات التفضيلية ما إجت لمرشحين القوات ولا للحزب التقدم الاشتراكي. بعكار صار في شوية يعني كان
كان الوهبي قطيشة، العميد وهبي قطيشة على لائحة تيار المستقبل. نعم. هو هن بس الديرتين اللي صار فيهم تحالف مع المستقبل. على بك الهرمل أيضا أصوات سنة كانت وببيض. نعم. إنما هي هذا كبر الحاصل التحالف. أوكي أنا أعتقد أنه من هلأ للانتخابات رح نرجع نشهد نوع من التفاف سني تصويب للخط على حتى ما يكون عزوف الرئيس سعد الحريري مناسبة لإخلاء الساحة لحزب الله حتى يمد إيده على بعض المقاعد السنية. وأنا بخشى أنه إذا صار هذا الموجة، إذا صار موجة التفاف سنية مع موجة مسيحية وموجة درزية في الجبل، نعم. أخشى ساعتها أنه العهد وحزب الله إذا عرفوا أنه حسوا أنه هذه الانتخابات لن تمكنوا من وضع اليد فعليا على موضوع الدولة والمجلس النيابي، قد يلجؤون إلى افتعال أي مشكلة أمنية أو اقتصادية أو يطيلعوا الدولار أو يخربوا موضوع انتخاب المغتربين لحتى يطيروا هذه الانتخابات، ما يسمحوا للفريق السيادي يرجع يقف على إجراء. نعم. الصحفي سعد الياس أنا بشكرك لوجودك معنا في هذا الصباح.